الدفلي هو عبارة عن 5 مجموعات. اوكي، المجموعة الأولانية اللي هي بتتكلم على الأبراج، دول 12 فستان بيتكلموا على 12 برج. مصدر الإلهام بتاعهم كان أولا من عناصر الحياة اللي هي التراب والمية والهواء والنار. اوكي، وبعد كده اتطورت الفكرة للأبراج. عندنا مجموعة تانية بتتكلم عن أغاني محمد عبد المطلب، مختارين واخدين كل أغنية وواخدين الاسبيريشن بتاعهم مطلعين فستان عاملين لوحده، ودوت أنا مش عامله لوحدي، أنا عامله مع الناس اللي بتتدرب معايا. يعني في عندي 16 ولد وبنت بيتدربوا. اوكي، مخليهم بيعملوا معايا ديزاين فروم اي تو زد. يعني احنا بنقعد مع بعض نسمع الاغنيه ونبتدي نعمل سكتشات بتاعتنا لغايه ما نطلع سكتش فاينل. اوكي، وبعد كده نبتدي ننفذ فيه. وعندي بعد كده 5 فساتين افراح. اوكي، منهم حاجه اول مره تتعمل انا ما شفتهاش حتى بره، ان احنا واخدين لوحه عالميه، لوحه مشهوره جدا، ومحولينها لفستان. لا خالص، مش هتلاقي حاجة من دول. لا، بتاعت فنان اسمه كلامت. اوكي، واخدين لوحة من اللوحات بتاعته، ليها برضو علاقة بالقصة الأبراج والكلام ده. اوكي، اللوحة المفروض انت بتشوفيها بشكل 3D، يعني هي اللوحة المفروض انت بتشوفيها فلات، تمام؟ انت شايفاها على الفستان زي الفلات بالظبط، يعني محاولينها العكس بقى، محاولين من 3D ل 2D. يعني مش عاملين 2D محاولين 3D، لا، احنا محاولين الشكل المجسم دوت ان انت تشوفيه كأنه لوحة مفروضة. هي الوانها، الوان اللوحه بتاعتها. اكمل لك المجموعات. المجموعه بتاعت الافراح فيها فستان ذهبي، فستان فضي، فستان اوف وايت، فستان ابيض المين. اوكي، وفستان الماس، تمام، متطعم بالماس كتير يعني. نشوف بس سبونسر. وعندنا بعد كده مجموعة افانجارد. اوكي، دي افانجارد يعني ملابس استعراضية. اوكي، مش معمولة لللبس قد ما هي معمولة للشو، تمام، يعني ديزاين بس فرعوني، واخدين ماميز الفرعونية. اوكي، ملبسينها سوري، يعني هي القصة ان هم ماميز وطلعوا من التوبيت بتاعتهم، فلقوا دخلوا محل سواري، فابتدوا يلبسوا حاجات كده ملابكة على بعضها وعملوا شو مع الكلام ده، وعاملين كاجوال شيك. اوكي، بس كفايه. كل مجموعه من دول هتلاقي فيه الوان بتاعتها لوحدها. يعني مجموعه الابراج هتلاقي كل مجموعه ابراج، الابراج الناريه مثلا هتلاقينا بنتكلم في سكه النار، الابراج المائيه، الابراج الهوائيه، وهكذا. الفساتين فرح قلت لك الوانها، تمام.